بابا، أولا مساء الخير على حضراتكم. أهلا، مساء مساء الخير. الخيرات. أهلا. أبدأ بيه الدكتور مسلم، ماذا عن البترول وأنه أمريكا النهاردة بتعمل ضغوط، بتاخد قرار في الكونجرس الأمريكي سيتم التصويت عليه بكرة الثلاثاء بمنع التعامل مع روسيا، لا بترول لا غاز لا تجارة، مقاطعة تامة اقتصاديا لروسيا. ماذا يعني هذا الأمر لو حدث، وربما بريطانيا تسير على نفس النهج الروسي؟ مجلس العموم البريطاني أيضا ربما يدرسه حاليا أو النهاردة أيضا مناقشة قانون لقطع التعامل الاقتصادي والتجاري مع روسيا. ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للعالم؟ كما ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي قبل قليل أن ربما يكون هناك كارثة على العالم في حالة وقف إمدادات النفط الروسي. مساء الخير لك ولمشاهدينك. تفضل. روسيا إحدى الدول الأساسية في إنتاج النفط و تلبية حاجات الأسواق العالمية من هذه المشتقات، وأيضا من الغاز الطبيعي بتلبيتها حاجات أوروبا أولا والصين ثانيا. روسيا إذا ما توقف استيراد النفط منها، هذا حكما سيرفع أسعار هذه المشتقات إلى أعلى مستوى لم يشهده التاريخ سابقا، وبالتالي ستكون كل المنتجات العالمية دون قدرة المنافسة أو التسويق، وهذا حكما سينعكس سلبا على كل الاقتصاديات البشرية وعلى الحركة الاقتصادية، وبالإضافة على القدرة التموينية والغذائية للكثير من الشعوب. أي نحن أمام كارثة كبيرة تدفع إليها الولايات المتحدة عبر هذه الإجراءات أو هذا القوانين، أو إذا كانت خلفيته هو العداء لروسيا كروسيا كشعب كمنطقة كدولة تحاول التخلص من الهيمنة الأمريكية. لكن هل تنجح الولايات المتحدة بفرض قراراتها على دول العالم؟ أعتقد ذلك سيتم فقط عبر الوسائل العسكرية المعهودة التي تستعملها، لأن كل الدول العالم الأخرى لا تستطيع تغطية الأسواق التي ستنسحب منها، أو بالأحرى سيفرض على الخروج للمنتجات الروسية من هذه الأسواق. بالإضافة بالنسبة للغاز، كل حاجات البشرية، كل إنتاج البشرية من الغاز لا يكفي حاجاتها اليومية، فكيف إذا منعت المصادر من قبل روسيا؟ أيضا نحن أمام مشكلة كبيرة للدول التي تستعمل الغاز في حياتها الاقتصادية أو اليومية كالتدفئة وما إلى ذلك. إذن الولايات المتحدة تدفع بحكم كونها لا تستطيع، أو بالأحرى لا ترغب بخوض معركة عسكرية مع روسيا نتائجها معروفة على البشرية وعلى الولايات المتحدة التي كل تاريخها لم تعاني من الحروب، ولذلك ستلجأ إلى العقوبات الاقتصادية. واضح تماما هذه العقوبات لماذا تلجأ إليها الولايات المتحدة، لأنها ستنعكس سلبا في الوقت الآني والقصير على روسيا وعلى أوروبا، وهي ضاربة بعرض الحائط مصالح أوروبا ومصالح روسيا. هي مستعدة للتضحية بأوروبا من أجل الإضرار بروسيا، لكن على المدى البعيد حكما سروسيا تخرج من هذه الأزمة وتبقى متورطة فيها الدول الأوروبية، وسينعكس سلبا على اقتصاديات الدول الأوروبية والقدرة المعيشية أو الكلفة المعيشية للمواطن الأوروبي. طيب دكتور، نحن أمام تفضل نعم نحن أمام نحن أمام مرحلة جديدة عالمية ترسم ملامحها في أوكرانيا، تحاول الولايات المتحدة تجميع قواها والضغط لأي لا تخسر موقعها في العالم، لكن هذه الأمر أصبح وراء الأحداث الجارية حاليا، والصين والولايات المتحدة وروسيا هم الأقطاب المقبلة في العالم الجديد الناشئ بعد الأزمة الأوكرانية. وللأسف أوروبا ستكون خارج هذه اللعبة أو الدرجة الثانية بعد هذه الدول الثلاث. أرجع لي وهرجع لحاجة تاني دكتور مسلم، ولكن هروح للأستاذ محمد البابا شرق أوكرانيا. ماذا عن المفاوضات أو جلسة التباحث اليوم للمرة الثانية بين روسيا وأوكرانيا؟ هل هناك أي معلومات وصلتكم عن ما جاء خلال جلسة اليوم؟ هل هو اجتماع إيجابي سلبي؟ ما الذي نشر أو ما لديكم من تفاصيل حول هذا الاجتماع؟
يعني جاء هذا الاجتماع الذي يصنف الاجتماع الثالث بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي، فقط لي يعني الأمر الوحيد الذي تم الاتفاق عليه هو تسهيل عملية إخراج المواطنين، إجلاء المواطنين من المناطق التي تقع تحت المدن التي تقع تحت حصار الجيش الأوكراني. ولكن أما بخصوص المشكلة الأساسية بين أوكرانيا وروسيا، هذه المشكلة أصبحت مشكلة كبيرة، لا يمكن لأي أحد التراجع خطوة إلى الوراء من الجانب الروسي الذي يضع شروط قاسية جدا على أوكرانيا، منها الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية والاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيسك الشعبيتين، وهذا أمر سيادي بالنسبة حكم للإدارة الرئاسية والرئيس الأوكراني والحكومة الأوكرانية، بينما يعني روسيا وضعت هذا الشرط قبل أي مفاوضات، أن تقبل أوكرانيا بهذه الشروط قبل أي مفاوضات أو أي كلام عن الحياد وخروج أوكرانيا من أو تغيير الدستور الأوكراني بخصوص انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. الأمر الوحيد الذي استطاع الطرفين اليوم الاتفاق عليه هو تسهيل عملية إخراج المواطنين من المدن المحاصرة، لا 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 حل في الأفق قبل أن تحقق روسيا خطوة كبيرة، لأن لليوم 12 على التوالي كل ما حققته روسيا على أرض الواقع هو احتلال لمدينة واحدة هي مدينة خرسون وحصار بعض المناطق والدخول في الأماكن الشاسعة يعني الغابات والسهول، حتى أصبح الجيش الروسي على مقربة من مدينة كييف. لا يعني لا يمكن لروسيا أن تدخل إلى ساحة المفاوضات قبل أن تحقق أقله على احتلال المدن، كافة المدن الرئيسية واستعادة أو سيطرة الانفصاليين على جمهوريتي لوغانسك ودونيسك، قبل أن تحقق روسيا هذه الشروط لا أفق في لأي حال أو أي مبادرة، خاصة أن الرئيس بوتين رفض كل الوساطات الأوروبية لعقد قمة مشتركة بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية أو برعاية إسرائيلية أو حتى برعاية تركية، لا أفق لأي حل للأسف. طيب محمد، السؤال لحضرتك والدكتور مسلم لما رجع له، هناك اجتماع أول اجتماع على مستوى كبير بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا يوم الخميس في تركيا، ماذا عن قبول أوكرانيا لهذا الاجتماع رغم أن روسيا فرضت شروط محددة أو واضحة مش هتنزلوا عن أي شيء منها؟ حتى هذه اللحظة لم توافق الحكومة الأوكرانية وحتى وزير الخارجية لم يعلق أي شيء بخصوص هذا اللقاء، خاصة أن روسيا تضع شروط مسبقة، لأن الجانب الأوكراني يرفض أي شروط مسبقة قبل أي قمة أو قبل أي لقاء بين أي طرف سياسي، بين الرئيس الأوكراني أو الرئيس بوتين أو بين وزير الخارجية لافروف أو وزير الخارجية الأوكراني كوليبا. لذلك هناك بعض المحاولات من تركيا من دول أخرى لجمع الطرفين على طاولة حوار، ولكن طالما روسيا تضع شروط تعجيزية وهي القبول كما ذكرت قبول باستقلال الجمهوريتين المعترف بهم من جانب واحد و يعني موافقة أوكرانيا على روسية شبه جزيرة القرم، لذلك لا أفق قبل أن يجلس الطرفين على طاولة دون أي شروط مسبقة. مولود جاوش أغل وزير خارجية تركيا النهاردة أعلن عن الاجتماع وقال أنه كمان هو مشارك، يعني هيكون وزراء خارجية ثلاث دول روسيا تركيا أوكرانيا، وقال هينعقد في أنطاليا، هو اللي أعلن التفاصيل. نعم 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 نحن نعلم، ولكن الجانب الأوكراني لم يصرح أي تصريح بشكل رسمي أن وزير الخارجية الأوكراني قد يشارك أو لا يشارك. دكتور مسلم، أنا أتكلم عن الجانب الأوكراني. نعم دكتور مسلم، ماذا عن الاجتماع المرتقب يوم الخميس؟ ومعنا الأستاذ محمد بيقول أن أوكرانيا لم تعلق أن وزير الخارجية هيشارك، لا الخارجية الروسية أعلنت أنه وزير الخارجية لافروف سيشارك في هذا الاجتماع. نعم، الإدارة الأوكرانية لم تعلن موقفها حتى الآن، لكن نتيجة لإعلان روسيا وتركيا أعتقد أن الوسيط التركي يجب أن يكون قد تلقى ردا إيجابيا من الطرف الأوكراني ليعلن عن بدء المفاوضات أو عن إجرائها يوم الخميس المقبل. ولكن هنا يجب أن نتوقف عند طبيعة المفاوضات على أي خلفية، لأن روسيا دائما كانت تكرر وتقول أن المفاوضات يجب أن تكون لتنفيذ المطالب الروسية، والمطالب الروسية معروفة
لكل المفاوضين الأوكرانيين أو للتركي. وبالتالي عند موافقة وزير خارجية أوكرانيا، هذا يعني أنه سيوافق على بحث هذه الشروط، بغض النظر عن أنه يوافق عليها لتنفيذها أو لا، لكنه سيبحثها. وهذه خطوة إيجابية ببدء بحث الشروط الروسية الموضوعة وليس الشروط الأوكرانية التي يبدو أنها أيضا تعجيزية نتيجة لموازين القوى التي أصبحت واضحة على الأرض. وهناك وهم كبير بأن القوات الروسية لم تحقق شيئا. القوات الروسية لا ترغب بالدخول إلى المدن ولا ترغب بقصف المدن، ترغب فقط بالتخلص من بعض المجموعات المتشددة التي تعتبرها إرهابية، وأيضا أن يتحول الرأي العام وخاصة وسط الجيش الأوكراني لأن يلعب دورا مهما في المرحلة الانتقالية على خلفية المطالب والأهداف السياسية التي وضعتها روسيا. إذن إذا وافق الوفد إذا وافق وزير خارجية أوكرانيا على اللقاء، سيبدأ البحث بهذه الشروط التي وضعتها روسيا. محمد، برجع لحضرتك مرة تانية، في تسريبات في الإعلام الأمريكي الإعلام البريطاني عن خطة أمريكية بريطانية أنه سيكون هناك تشكيل لحكومة في المنفى برئاسة الرئيس زيلينسكي رئيس الأوكراني طبعا مع حكومته، ويتم الاعتراف من بعض الدول. وقيل مرة أنه ربما هناك حماية من جانب بريطانيا لزيلينسكي مع حكومته، وأراء أخرى بتتكلم على حماية موجودة على الأرض من جانب أمريكا. ماذا يجري في هذا الملف تحديدا؟ يعني تلقى الرئيس، سأسرد القصة من بدايته، تلقى الرئيس الأوكراني منذ بداية الغزو يعني أكثر من تحذير من عدة من الرئيس ماكرو وحتى من جميع الرؤساء الأوروبيين بأن يجب عليه مغادرة كييف، لأن هناك معلومات أن الرئيس الأوكراني قد يتعرض للاغتيال القتل أو للخطف أو للأسر في يعني ضمن هذه العملية، خاصة إذا سقطت مدينة كييف. ولكن زيلينسكي بطبعه رفض كل هذه العروض وقال أنا ما زلت في كييف، وهو حتى هذه اللحظة لا يزال يقود العمليات العسكرية ويقود الدولة من رأسها أو من مقرها الرئاسي في مدينة كييف. كل الحديث عن أمور حكومة منفى أو ينتقل الرئيس زيلينسكي إلى مدينة الفوب لكي يشكل قوة من مدينة الفوب، وهذا يعني أن مشروع تقسيم أوكرانيا قد تنجح به القوات الروسية. كل هذا الموضوع هو سابق لأوانه. الرئيس الأوكراني و طاقمه السياسي قالوا أنهم لديهم خطة في حال سقطت مدينة كييف، أنهم سيستمرون بالنضال، ولكن لم تتضح الصورة هل ستكون من خارج أوكرانيا أو من المدن الغربية لأوكرانيا. وحسب المعلومات المتداولة أن الرئيس زيلينسكي لن يترك كييف حتى إن سقطت كييف، فهو مستعد للموت، وقالها لفريقه السياسي أنه لن يترك كييف ولن يترك منصبه حتى وإن قتل. لذلك في حال قتل الرئيس زيلينسكي سيكون هناك خيارات أخرى أمام المجتمع الغربي أو أمام الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، ولكن الكل يتحدث عن سقوط كييف سقوط كييف. الآن في كييف هناك عدد هائل من المقاتلين، الجميع يتكلم أن روسيا وكأن دخول كييف هي نزهة، لن تكون نزهة دخول كييف. أنا لا أدافع عن الجانب الأوكراني ولكن أتكلم عن الأمور كيف تجري على أرض الواقع. نحن نرى العمليات العسكرية التي تجري في طرف مدينة كييف، نرى كيف يقوم الجيش الروسي بضرب المباني السكنية وضرب قصف المستشفيات وحضانات الأطفال، نرى كيف في محيط مدينة كييف في منطقة إيربين كيف اغتال العناصر الغير منضبطين في الجيش الروسي، عناصر الهمجية من الجيش الروسي اغتالوا رجل يحمل طفلته وزوجته إلى جانبه لأنهم كانوا يريدون الخروج من تلك المنطقة. من يتكلم أن روسيا لا تريد أو الجيش الروسي وهذه الجماليات والكماليات فلينزل إلى كييف ويرى ما تفعله القوات الروسية من تدمير ممنهج للأراضي الأوكرانية، من تدمير ممنهج لمدينة خاركوف، هذه المدينة التي جاء الرئيس أو جاء دخلت القوات الروسية بعنوان حماية المتكلمين باللغة الروسية، هي مدينة خاركوف التي رفضت الاحتلال الروسي ولا تزال تقاوم لليوم الثاني عشر على التوالي، لم تستطع القوات الروسية الدخول إلى مدينة كييف. الجيش الأوكراني اعتمد استراتيجية ربما هي خاطئة أو ناجحة، أنا لا أدافع عنه، اعتمد استراتيجية الدفاع عن المدن، فقط المدن، لم يخرج لقتال الجيش الروسي في الساحات أو في السهول أو الغابات. من يتكلم عن الجيش الأوكراني عليه أن يعرف أن الجيش الروسي هو جيش مختصب للأراضي الأوكرانية.
محمد طبعا وحماسك، وانا يعني حضرتك موجود طبعا وتحدث عن الوضع اللي موجود عندك، ولكن الدكتور مسلم شعيته يعني هنحاول نرجع له بعد شوية، ولكن مرة تانية كان الروس باعتبار ما فيش وجهة النظر الروسية موجودة، كان تحدث الرئيس بوتين قبل عدة أيام وقال إنه قتلوا معرفش كام ألف في من الدنباس، وهم راحوا عشان يحموا الآلاف اللي بيتعرضوا لهجمات من الجيش الأوكراني، وبالتالي إن هم راحوا للحماية كما يتحدث الروس في هذا الأمر. أنا سأرد عليك. اليوم كان هناك مظاهرات في أربع مناطق تقع تحت الاحتلال الروسي أو تحت مناطق لوغانسك ودونيسك، جمهوريتي لوغانسك ودونيسك الشعبيتين. اليوم خرج سكان تلك المناطق، حملوا العلم الأوكراني ونزعوا، وسأرسل لكم هذا التصوير الفيديو، نزعوا علم جمهورية لوغانسك الشعبية وحركوه ورفعوا العلم الأوكراني. أنا كنت في تلك المنطقة منذ العام 2013، منذ ما بدأت تلك المشاكل. حصل عملية، سأشرح، لأن ربما المواطن في مصر وفي الوطن العربي لا يعرف تفاصيل ما حصل. حصل استفتاء بعد خروج أو بعد هروب الرئيس يانوكوفيتش، حصل استفتاء في منطقتي لوغانسك ودونيسك الشعبيتين للانفصال عن أوكرانيا. هذه المناطق عزيزي تضم 4 مليون نسمة، صوت للاستفتاء فقط 111 ألف نسمة. هل في المنطق العام ممكن لي 10% أو 5% يكررون مصير حياة 4 ملايين نسمة؟ في المنطق العام هذا غير مقبول. ولكن جاءت قوات من روسيا، أنا كنت موجود وحتى كنت أعمل مع قناة روسية، مع قناة روسيا اليوم، كنا نغطي الأحداث وكنا ننقل الصورة كما هي. دخلت قوات من روسيا، أفراد مسلحين قاموا بتشكيل عصابات، مجموعات لن أقول عصابات، وبدأوا التقدم. انهار الجيش الأوكراني في تلك الأيام، لأنه كان الجيش الأوكراني معظم قادته قد هربوا إلى روسيا. قادة الجيش الأوكراني في مدن أوكرانيا الشرقية تركوا الجيش الأوكراني. طيب وغادروا. محمد هرجع لك تاني عشان دكتور مسلم انضم لنا دلوقتي. دكتور مسلم مرة تانية وحضرتك مش موجود معانا، الأستاذ محمد البابا بيتكلم على أنه الجيش الروسي يعني بيقصف المدن، يقتل الأطفال، بيقتل المدنيين، بيدمر البنية التحتية، بيضرب مستشفيات. مش صحيح أنه رايح يحمي المدنيين الروس وغيره، ولكن هو بيضرب في المدنيين وليس حماية المدنيين. يعني لن ندخل في جدال في هذا الموضوع، لا يمكن لروسيا أن تمارس ذلك انطلاقا من قاعدة أن هذه المناطق هي مناطق تتبع لروسيا تاريخيا واقتصاديا وسياسيا وجغرافيا ودينيا وتقليديا، فإذا هي المسؤولة عن بناء كل ما سيتهدم هناك، ولذلك هي لا تقوم بهذه الأعمال، هي تحاول فقط ملاحقة هذه العناصر التي هي تهرب إلى المدن. وهذا ما يحدث في ماروبل، ونحن لاحظنا أن حتى الجيش الأوكراني يشتبك مع منظمة أزوف هناك. هذه ليست مبادئ روسيا، وتحديدا في أوكرانيا. إذا نسيتم أيضا هناك في دونيسك ولوغانسك منذ 8 سنوات تقصف القوات الأوكرانية، حيث قتل 13 ألف شخص لم يتذكر أحد منهم. وروسيا لو كانت ستقصف المدن الأساسية أعتقد أن كانت هزمت المعركة منذ فترة طويلة، ولذلك هذا الكلام لا يمكن الجدال به. بشكرك دكتور مسلم شعيتو، وبشكرك من العاصمة الروسية موسكو، أستاذ محمد البابا من كاتب الصحف من شرق أوكرانيا، كل التحية.